ماشي تبنيوه بدي سونتين دو مليار وتغلقوه باش نلعبوا فيه دو ماتش العام. لو ميم كان تاع بليده وتعاود سان جوي من سان جوي تعاود تيني سون مونديال وتعاود تيني ميلود فيه. يا ناس كفانا من هذه التصرفات ديال السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على بركة الله. هيا بنا الى المونديال. ندوزو الاول فيديو على بركة الله. شوفوا خاوتي الحمار تاعي ياكل في الكيوي، في الكيوي يا جد كيف ياكل في الكيوي. ها مسخوط هذا مسخوط، كيحشي عاود لضرب الكراغيلة. شوفوا ولا مقترن السمية ديال الحمار بالكراغيلة، عندهم علاقة وطيدة مع مع الحمير. نسمعوا واش قال. شاه كيعطيه الكيوي. ها شاه كراغيلة ما عارفينش شكون هو الكيوي. شاه شفت الحمار تاعي ياكل الكيوي وعمره ما قال لي تحيا عمي طهاري. وانتوما تبون تبون يا جدكم البصله ما لحقتوش عليه وتقولوا له تحيا عمي تبون. شاه قول لهم قول لهم قول لهم يا الحمر انا ناكل الكيوي. ها وقال لكم ها قال لكم انا ناكل الكيوي يا ربك ياكل في الكيوي ياكل في الكيوي وما يقوليش تحيا عمي طهار. وانتم البصله ب 17000 ما لحقتوش عليها، بصله 17000 ما لحقتوش عليها وتقولوا تحيا عمي تبون. يا وفيقو يا الحمر يا فيقو فيقو. شوف الكراغله بلا ما تقول لهم الكيوي حيت حدهم البنان وما واصلينوش، البنان غالي عليهم ما وصلوش الكيوي ولا فوكا وبزاف ديال الحوايج. ندوزو لفيديو اخر. بون السلام عليكم خوت. مازال عايش انت؟ مازال عايش ومازال ما درتيش سنانك ما درتي حتى لعبه في حياتك انت؟ فيما يخص المشكل اللي صرا ما بيننا وبين خوتنا التوانسه، هذوك الناس اللي داروا هاك ما يمثلوش تونس ومهما كانت الظروف التوانسه يبقوا خوتنا التونسيه يبقوا خواتاتنا. دابا داق الفلوس ديال تيك توك ديال دوك المدعمين والدعم وهذا ولا صافي بغى يسلكها مع كل شيء. والله لا رجعنا الله رحنا. وجا الفكرون يا والمطار هذاك ما يمثلش الامن تاع تونس. تحياتي خوا خوا ما تكونش عداوه ولا للفتنه. دابا عرفتي خوا خوا لا للفتنه مع توانسه، توانسه ما كتقدروش عليهم. كيزمتوكم توانسه، وتوانسه صاحبي شبر، الدوله فيها شبر وعشرة الناس وداروا فيكم الروينه الكحله. ونموت عليكم. داق الفلوس ديال التيك توك، ندوز الفيديو اخر. دول الافريقيه وبالعربيه ترمي الثمور الجزائريه بسبب المواد المسرطنه. واش قلناها ولا لا؟ قلتوا بغيتوا غير نشوفوا الصوره ديال التمور، ما قلنا حنا والو. افارقه والافارقه كيلوحوا التمر ديالكم صح ما قبلوهاش الافارقه. انت الافارقه كيلوحوا انت قرا التمور الجزائري. تمور الجزائر ها باش ما تقولوش راه شي حاجه اخرى اللي كيلوحوا ماشي ديالنا انتم. تمور الجزائر قرا قرا الا كتقرا. ايوا الكرغولي انت الافارقه كيلوحوا. كنت قلنا لا انتم غير بغيتوا تشوهوا الجزائر غير بغيتوا تشوهوا التمور الجزائري. ها الحقيقه هاي شوف بالبالا باش كيهزوها خافوا يتعادوا. تمور الجزائر تمور الجزائر فاش نقول لكم شي هضره حنا راه ماشي غير كنبغيو نطلعوها ولا راه كنبحثوا ونشوفوا. دابا التمور الجزائريه الصبعه ديالها خايبه عالميا. دوزوا الفيديو اخر. ناس صار فيهم دراهم كبار على لي زانفراستركتور وعندنا دي زانفراستركتور دي لي سي. يا ناس خلوا لي كلوب الجيريان ولي زيكيب ناسيونال الجيريان توت كاتيغوري كونفوندي يستغلوهم، خلوا الشباب الجزائري يستغلوهم، ماشي تبنيوه بدي سونتين دو مليار وتغلقوه باش نلعبوا فيه دو ماتش العام. لو ميم كان تاع بليده وتعاود سان جوي من سان جوي تعاود تيني سون مونديال وتعاود تيني ميلود فيه. يا ناس كفانا من هذه التصرفات ديال الناس. ما تدخلوش غير لا فيترين لانه تخمم في قاعد نفسك انه ليكيب بريمير تفرح بيان سي بون صرف عليها الناس كامل ما يتكلموش. هنا دابا كيهضر على الملاعب ديالهم اللي صرفوا عليها ملايير
ماشي باش يفيدوا الكرة. شوف هنا كاين الفرق بيننا وبينهم، ماشي باش يفيدوا الكرة الجزائرية، باش يبانوا على المغرب راه عندنا ملاعب. ملي سال داك الشان اللي ما عندوش سدوا الملاعب. شوف هاد الصورة التحتانية هنا، هادي هالملعب كي ولا راه ما عارفينش يتهلاو في الغازو، ما عارفينش يتهلاو. شوف ملاعب لعبوا فيهم كانوا مزيانين، شو كي ولاو كتقولوا لنا لا المغرب لا. انت شوف الملعب كي ولا، ودابا هذا كتلعب فيه الكان ولا الشان ولا كاس العالم، وقالوا لك حنا قادرين نضموا جوج ديال كاس العالم. فين في الحلمه ولا في كما انتم حاله كتحلموا. ندوزوا الفيديو اخر. استاذ صادق الجزائر اعرب هنا مقدمه برنامج شرشمات جزائري يهاجم المغرب، الصحراء المغربية. نسمعوا في اكثر من مره عن رغبتها في مراجعه هذه مقدمه البرنامج. راه شفت واحد الكومونتير قالوا لي راه مغربيه من اكادير، تحيه ليها من هذا المنبر. هنا كتبان انت مغربي، واخا تخدم في قناه مصريه ولا يونانيه ولا كتبقى مغربي، كتدافع. اي واحد تطاول، ماشي كنقول لك انا غتخرج وبدا تدافع على هكاك، تطاول على المغرب وقفوا عند حده. هذا الاتفاق اتفاق الشراكه لانه صراحه تقول لا يواكب اقتصادها وتطلعاتها في تنويع الاقتصاد ورفع قدراتها التصديريه، ولكن الاتحاد الاوروبي يقول ان الميزان التجاري هو لصالح الجزائر. كيف يمكن اذن ايجاد صيغه توافقيه لتحقيق معادله رابح رابح بين الجانبين؟ نعم، وهذا شكرا لك وتحيه لضيفك الكريم من الجزائر. وفي الحقيقة الجزائر كانت متوازنة جدا في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، والجزائر دائما في علاقاتها الدولية تعمل على مبدأ رابح رابح لكلا الطرفين. لكن الظروف التي جرت فيها اتفاقية 2002 وتطبيقها في 2005 يعني لم تستفيد منها الجزائر كثيرا، بل خسرت كثيرا ولم تستفيد من بنود أخرى. فهناك بنود تتعلق بتبادل المعلومات التكنولوجية وتبادل أمور أخرى الجزائر لم تستفيد منها أيضا، والاتحاد الأوروبي لم يقوم بدوره في هذه النقاط التي تهم الجزائر. فقط الاتحاد الأوروبي رفع شادي تبادل معكم الخبرات التكنولوجية وانتم ممكن الخيل وكان قلنا يا الرغيب أمين أنت تكلف بالجزائر كل شيء يرونكم الله يهديكم الجمركية وكبد خزينة الدولة الجزائرية مبالغ كبيرة جدا. الجزائر بحثت على شركاء آخرين في العالم الواسع وأبدت رغبتها ونيتها في الدخول إلى إفريقيا وفي منطقة السهل، وبذلك استفاق هي تهور ليس معنا ضيف يعني للبحر المتوسط. إذن ما عكر صفو هذه العلاقة هي تهور الحكومة الإسبانية ورضوخها إلى ابتزازات غير أخلاقية من طرف نظام المغربي. لا هد... شو لا هدراء لا يجوز لا غير مقبول يا أستاذ سامحني أستاذ صادق الأمين يعني ليس معنا ضيف يعني. ليس معنا ضيف مغربي ليرد على تماما هذه هي مغربية حضرتك. دعنا نبقى فقط في إطار الجزائر والاتحاد الأوروبي. طيب دعني أنتقل إلى ضيفي الخارجية الاتحاد الأوروبي تجاه الجزائر، لأن نتذكر سنة 2004 نيشان فراناتو هذه هي تمغربيت، برافو عليها من هذا المنبر. دوزوا الفيديو آخر. سيد الوزير من خلالكم كذلك نلتمس منكم التدخل العاجل، خاصة ونحن تفصلنا عن أيام فقط عن شهر رمضان المبارك. سكان ولاية عنبة سيد الوزير يعانون من نقص ثلاث مواد أساسية وهي الزيت ومادة الحليب وكذا مادة السميد، يعني أيام قليلة فقط تفصلنا عن شهر رمضان. دابا الزيت والسميد مواد أساسية، وكاين الحليب واش كترضعوا كاملين ولا ولادكم كاملين كيرضعوا من الحليب ولا ما فهمتش دابا كتلقى الجزائر كاملة شادة الصف على الحليب واش حنا الحليب راه مادة ثانوية كنعطيوها غير للدراري الصغار كنشربوش اش بغينا نديرو مرة شي عصير ولا شي قهوة حليب ولا شي حاجة كدير بها. تما انتوما عندكم رديتو مادة أساسية، علاش؟ لأنه حيت ما كاين ملي ما كايناش بانت لكم مادة أساسية. الدولة دابا اللي ما لقات لا زيت لا سميد وجاية كتنفس مع المغرب على الاحتضان الكؤوس. ونحن نعيش ندرة في هذه المواد الأساسية، نرجو منكم التدخل وكذا كل الوزارات التدخل في هذا الأمر وشكرا لكم. كو عام كيقولوا لهم نرجو التدخل، كيجي شي رئيس كيقول لي تدخل من أجل
إصلاح ما يمكن إصلاحه لنبذ ونحيد الطوابير، وهذا نفس المشكل كيبقى ناس. راه المشكلة عندكم في الكبرانات ماشي في هذوك اللي كتصوتوا عليهم، ولا هاد عبد المجيد اللي كيبان لكم بالله راه هو كل شيء، راه هو غير في الواجهة، أما الكبرانات هما اللي كيحركوا الخيوط من الفوق. إخوان وصلنا آخر هذا الفيديو، تحية كبيرة لكم، شكرا بزاف على الدعم ديالكم، والسلام عليكم. واعطيوني الحريرة والخبز خور وشي شوية ديال أتاي، راكي درتي ليا انتي القرون.